السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالة سنة ستة أهلا بكم ورحمة تاني مع الدرس السادس من الوحدة الثامنة من كونكت بلس الترم التاني درس بعنوان Writing a personal statement personal statement يعني بيان شخصي هنقول دلوقتي يعني إيه بيان شخصي personal statement قلنا بيان شخصي باستقلال أو شكل مستقل independently احنا قلنا الدرس اللي فات independent يعني مستقل independently يعني بشكل مستقل أو باستقلال عالم ساينتست ساينتست اهداف مستقبليه فيوتشر جولز فيوتشر جولز اهتمامات انترستس انتريست راي اوبينيون اوبينيون هو مش اختيار هو راي مجتمع كوميونيتي كوميونيتي واثق كونفيدنت كونفيدنت على اي حال اني واي اني واي مخترع انفنتور جاي من انفنت يخترع انفنتور مخترع مقدمه انتروداكشن 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 عنوان فرعي sub -heading. sub heading موضوع topic topic سبب reason reason يشارك share الماضي share. shared share shared ينافس compete competed compete competed competed، يصمم، design designed designed يتضمن او يشمل include included included يتطوع volunteer volunteered volunteered يفهم understand understood understood يفوز win one one امام in front of لو ولكنه ممتع على اي حال but it's fun anyway انشطه جماعيه group activities group activities يحسن المعيشه make lives better make lives better اول حاجه ال personal statement by نهى توسون aged 11 اللي كاتباها اسمها نهى توسون وعندها 11 سنه أول حاجة الإنتروداكشن مقدمة أقول لك My name is Noha and I'm grade 6 اسمي نوها وفي سنة ستة ابتدائي I work hard and I'm confident مجتهدة في شغلي وواثقة من نفسي في دراستي يعني واثقة من نفسي I'm happy to share my ideas in front of the class وكمان ببقى مبسوطة وأنا بشارك أفكاري قدام الفصل كله واثقة من نفسي مش خايف مش خايفة من حاجة يعني I enjoy working in a team بستمتع بالعمل الجماعي and I like working independently too وكمان بحب أشتغل بشكل مستقل لوحدي يعني بعتمد على نفسي. I enjoy talking, taking part in group activities وكمان بحب المشاركة في الأنشطة الجماعية. My favorite subjects موادي المفضلة. قالت لك I enjoy studying history and math. بحب أدرس التاريخ والماث. I like science too وكمان بحب الساينس because I want to understand how the world works لان عايز أعرف الدنيا شغالة إزاي يعني أو الحاجات اللي حواليا. I also like PE اللي هي physical education اللي هي التربيه البدنيه حصة الالعاب يعني عندنا. I have played in some important volleyball match this year. السنه دي لعبت ري... مباريات فولي بول او كرة طايره مباريات مهمه السنه دي. My team doesn't always win. فريقي مش دايما بيكسب but it's fun anyway بس الموضوع غلبنا تغلبنا الموضوع ممتاز بعد كده my interests اهتماماتي. Like I go to a science club after school. بروح نادي الساينس بعد المدرسه. I'm competing in a science competition next week with three friends. انا داخله مسابقه علميه الاسبوع الجاي مع ثلاثه من اصحابي. We are designing a new robot. بنصمم روبوت جديد. I hope our design wins the competition. اتمنى ان التصميم بتاعنا يفوز في المسابقه دي. My future goals. اهدافي المستقبليه. قالت لك like next year I would like to do more science activities and visit a science museum السنة الجاية عايزة أعمل مشاريع علمية أكتر وأزور متحف العلوم when I'm older لما أكبر بقى I'd like to be a scientist or an inventor عاوز أكون عالمة أو مخترعة my science teacher told me to work hard so that I could help people and make lives better المدرسة بتاعتي أو المدرس بتاعي بيقول لي دايما اجتهدي أكتر عشان تقدري تساعد الناس وتخلي حياتهم أحسن بقول لك بقى يا سيدي a personal statement is a text about you المقال الشخصي ده هو نص بيتكلم عنك انت you might write one if you are starting a new school لازم تكتب واحد من دول لو انت هتروح مدرسه جديده if you want to join a team لو هتنضم لفريق جديد or are volunteering in your community او هتشارك في عمل تطوعي في المجتمع بتاعك include lots of information and reasons لازم يبقى فيه معلومات كتير وأسباب كتير. This helps the reader really get to know you. ده يخلي القارئ يعرفك كويس. Use subheadings. استخدم العنوان الفرعية to tell the reader the topic of each part of the personal statement. استخدم العنوان الفرعية عشان تخلي القارئ يعرف موضوع كل قطعة بتتكلم عن إيه بالظبط. بس يا شباب نيجي على التدريبات بقول لك I got to the science club after school. I'm competing in a science Competition next week with three friends. We are designing a new robot. I hope our design wins the competition. الاختياري بيقول لك ايه؟ I'm happy to. A إيه ideas in front of the class طبعا share ideas. I enjoy taking part in group activities. I love A إيه because I want to understand how the world works. كيفية العمل العالم بيشتغل ازاي طبعا ده في الساينس. I go to a science a after school science club نادي علوم In personal statement you write about yourself تكتب عن نفسك عشان كده بنسميها personal يعني شخصية In a personal statement it's important to include lots of information لازم في معلومات Subheadings tells the reader about the topic of each part تخلي اللي بيقرأ يبقى عارف موضوع كل جزء. بيقول لك I enjoy studying history and math. i like science too because i want to understand how the world works. i also like pe. i have played in some important volleyball matches this year. my team doesn't always win, but it's fun anyway. well, i enjoy studying history and history and, the, and the math. my team doesn't always win. i love playing volleyball. كل ده من القطعة طبعا الفولي بول اهيت وماس اهيت وايه كمان uh, doesnt always وين اهيت why do you love science ليه بتحب الساينس قال لك because i want to understand how the world works ده السؤال الرابع السؤال اللي بعده have you planned, uh, played in any important matches? Oh, yes, I have. then i have i yes i have played in some important volleyball matches this year الجمله كامله بقى قول yes وبعدين الجمله دي i have played in some important volleyball matches بعد كده سيدي بيقول لك اتكلم بقى personal statement about yourself اكتب بقى آه عن نفسك اول حاجه اعمل مقدمه اسمك وعندك كام سنه وفي سنه كام وكلام من ده وبعد كده اتكلم عن your favorite subjects موادك المفضله my interests اهتماماتي مهتم بايه my future goals احلامي او امنياتي عايز تطلع ايه عايز تعمل ايه بعد كده وهكذا بس يا شباب كده يكون خلص الدرس السادس ان شاء الله هنزل لكم الدرس السابع كمان النهارده عشان نكون خلصنا المنهج عشان ان شاء الله من اول بكره هنبدا انزل لكم حل الامتحانات عشان ما عادش في وقت يعني فربنا يوفقكم جميعا واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته